الكل كيعرف بان هذا السوق النموذجي اللي كيبان في الصوره في الوراء هذا، يعني هذا السوق النموذجي جا السيد العامل السابق نهار 6/11/2018 وعطى بدايه الاشغال وتحدد ليها مده ديال اكمال السوق في 10 اشهر. فاذا به كملوا المشروع، بقات خاصه غير لا سيباراسيون، يداروا محلات تجاريه بحال الجيران ديالنا بالبرنوسي والحي المحمدي وخريبكا واللائحه طويله. داروا لهم المسؤولين ديالهم محلات تجاريه تضمن لهم الكرامه ديالهم، بمعنى ان يداروا محلات نقيه خوبخ يهزوا بمستوى المدينه. هذا هو المطلب ديالنا. فاذا به كنشوفوا ان السوق النموذجي متوقف دابا اكثر من 4 سنوات، وكندقوا ابواب وتنديروا وقفات تنديروا دي لايف. مشينا عند عده مسؤولين من بينهم رئيس الجماعه، مشينا عند السيد القائد السيد الباشا، مشينا للعماله جلسنا مع رئيس قسم الشؤون الداخليه، جلسنا مع السيد ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. تيقول لك اودي فوالا تسنى، خلي لنا التليفون ديالك غنعيطوا لك غنشوفوا مع السيد العامل، وحنا غنبقاو نتسناو. اذا بزاف هذا الشيء، 4 سنوات وحنا كنتسناو في هذا المشروع باش يتحل، وهذا الشيء راه بزاف. وحنا شدنا جميع السلطات، كلشي تيقول لك واخا تسنى، وحنا كنطلبوا من الله تبارك وتعالى ييسر هذا الامر، كنطلبوا من الله تبارك وتعالى ييسر هذا الامر. هاد الناس راه خاصهم يلتفتوا لينا ولا ما بغاوش، راه حنا اتجهنا دابا الله تبارك وتعالى وسيدنا الله ينصرو. المستفيدين 484 محل، فيه اصحاب الفراشه واصحاب الفواكه، اصحاب الخضار، بائعي الاسماك وبائعي المأكولات الخفيفه، يعني خمسه ديال الجمعيات اللي كاينين، ويعني خمسه الشرائح كلهم مشردين. وكون غير خلاونا في شارع المغرب العربي فين كنا كنترزقوا الله كانت الامور عندنا مزيانه. دابا هبطونا قرب السكه الحديديه، يعني السلعه ديالنا مشات وتا شي حد ما كيوصلنا. هذيك البلاصه ديال السكه راه كلمه شويه انسان ما كيقدرش يهبط تما، البعد وهاد الكلمه ديال السكه راه شويه عيب، يعني الناس ما كتقدر تصيفط وليداتها تما والازواج ديالها تما، يعني بلاصه يعني ما فيهاش الامن كما كنقولوا حنا، غير مؤمنه وبعيده. ها هو السوق دابا مده ديال 4 سنوات وما تحلش، راه حشومه، هو كان فيه مده ديال 10 اشهر. السيد العامل كان جاد الشنو، وحنا دابا هو باقي الى يومنا هذا ما تحلش. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.